حال مواعدكم مع واتس كوكينج. واليوم معنا دلال كنج، واليوم عندنا اثنين صوص مع الباستا. هاي صفا، اليوم في عنا وصفتين. اول وحده هي المعكرونه الكوكي الكبيره يلي بدنا نحشيها اون صوص معموله من سبانيغ مع البصل والثوم والريكوتا. بدنا نمزج كل المقادير سوا، بدنا نحشي المعكرونه مثل ما هون عم نحطهم بالفرن. اكيد اليوم عم نحكي على المعكرونه المسلوقه، سلقناها شلناها، بدنا نحشيها، بدنا نوضعها بقلب صينيه تندخلها على الفرن. بس قبل ستيفاني بدنا نشتغل بالصوص بلانش، بدنا نوضع على كعب الصينيه صلصه بيضاء، بدنا نرجع نصفصف المعكرونه وحده حد الثانيه، بدنا نختم بشويه من البارميزان مبروش وندخلهم على الفرن. اذا عندنا وقت وصفتنا الثانيه هي ام علي يلي اكيد كثير من المشاهدين بحبوها. لكن اول شيء بدنا نبلش نشتغل بالصلصه البيضاء يلي بدنا نوضعها على كعب البيريكس او راموكان صغار او حيلا شيء نحن بنحبه، وبدنا نعمل الصوص تبع الحشوه. فوالا. لكن مثل ما كل مره بنقول نحن وقتها نحكي على صلصه بيضاء عم نحكي على زبده وطحين. اذا عم نحكي على نص كوب من الزبده عم نحكي على نص كوب من الطحين يلي بدنا نمزجهم سوا. بنسلق قبل المعكرونه؟ بدنا نسلق المعكرونه نص أكيد. سلقه نص، مش ضروري نص، يعني فينا ثلاث ارباع لانه انجا بدنا ندخلها على الفرن. ستيفاني منبلش بالزبدة؟ منبلش بالزبدة، كثير مهم انه الزبدة ما تحترق. إذا اليوم عم نحكي على نص كوب من الزبدة 100 جرام، 100 جرام من الطحين، نص لتر من حليب السائل، وكثير مهم انه الصلصة البيضاء نضيف لها شوية من الملح بهار الأبيض، وما بدي أنسى جوزة الطيب يلي بدها تعطيها نكهة. هيدي صلصة من بعد ما نشتغلها وتخلص بدنا نضيف لها صفار بيضة لتعطي هيك نكهة أطيب، وبدنا نشتغل وصفتنا. بهالوقت ستيفاني لما نضيع وقت بلكي منلحق نعمل أم علي، خلينا نشتغل بالصلصة. بمقلاية أو بطنجرة على نار بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون، بدنا نضيف بصلة كبيرة مفرومة صغير. وهون بدي اقول للمشاهدين انه هيدي وصفه ستيفاني فيني احشي فيها الكانيلوني، في اشتغل لازانيا، يعني انا اليوم ما عبالي اشتغل بالكوكيه اللي بدي احشيهم لحد الحشوه، بنشتغل الحشوه يلي بنغطي فيها اللازانيا او بنحشي فيها الكانيلوني او حيلا نوع من المعكرونه. لكن الصلصه البيضاء بنرجع لها، ضفنا الزبده على نار خفيفه، على نار كثير خفيفه. أول ما تبلش تذوب الزبدة وقبل ما تحترق بدنا نضيف الطحين شوي شوي. هون كمان فينا نشتغلها بطريقة ثانية، اليوم ما عبالنا نشتغل صوص بلانش، عبالنا بس ستيفاني إنه نوقف هون، يعني نشتغل الحشوة، نحشي فيها المعكرونة المسلوقة، فينا نشتغل بالكريم فريش، يعني فينا نغطيها كريم فريش مع الجبنة وندخلها على الفرن. لكن عم نلوح، عم ندوب الزبدة مع الطحين. أول ما يتماسكوا بدنا نضيف الحليب السائل شوي شوي. ماسكت الزبدة والطحين بتصير شوية مثل العجينة، مثل العجينة أو إيش بيعملوا بكبتلو. ما لازم نخاف، ما لازم نخاف، لازم نخفف حليب. النار ونحط الحليب شوي شوي نحن عم نحرك. كثير مهم ستيفاني الصوص بلانش انه نحرك. اوكي فوالا، وكثير مهم انه نضيف الحليب شوي شوي. لكن على طول على نار ذوبنا الزبده مع الطحين وضفنا الحليب السائل. وهون يلي ما عنده حليب سائل بالبيت في ذوب على جنب حليب بودره مع الحليب السائل. اما هون البصل يلي عم يتلوح على نار. من شو معموله الحشوه ستيفاني يلي بدنا نحشي فيها المعكرونه؟ اليوم عم نحكي على بصله
بصله مفرومه صغير، ثلاث حصوص من الثوم، شويه من الاسبانخ، 250 جرام من الريكوتا، جبنه الريكوتا. وهون بدي اقول يلي ما بحب الريكوتا فينا نستبدل بحيلا نوع من الجبنه، بدنا نضيف شوي من البندوره المجففه المقطعه صغير، شوي من الفطر الطازه، كل هول المقادير بدنا نلوحهم على نار، ما بدي انسى الملح البهار الابيض، بدنا نحشي فيهم المعكرونه. فوالا. لكن عم نلوح البصل. بدنا نرجع نضيف الثوم. قربت تخلص الصلصة البيضاء. اوكي. يوم حبينا نشتغل شو بدنا نضيف؟ بدنا نضيف الثوم ستيفاني. كلهم؟ نصهم. لكن بصل، ثوم، سبانخ، فطر، هيدي الوصفة. هلا هون بدنا نزيد صفار بيض آخر شيء وقتها تخلص من بعد ما نضيف الملح البهار الأبيض. ستيفاني هون بدي أقول إنه فيني أحشي الفيليه، إذا جبت فيليه فختناها بملعقة الخشب الطويلة، فينا نحشيها بهيدي الصلصة اللي نحن هلا عم نشتغل فيها. اوكي. قربت تخلص الصلصة البيضاء، تماسكت. فوالا. بدنا نضيف الملح. والحليب بنزيد شوي شوي. شوي شوي، كثير مهم. أحسن إذا بنشتغلها على النظر كمان ستيفاني. الملح. إذا بدي أقول هون للمشاهدين إذا ضفنا صفار بيض الطعمة بتتغير وبتتماسك وصفتنا. هيدي الصلصة البيضاء خلصت. بدنا نضيف صفار البيض. ملح، بهار ابيض، جوز الطيب. فوالا. لكن بدنا نضيف شوية من الملح، شوية من جوز الطيب، وبهار ابيض. بهار ابيض. فوالا هيدي الصلصة خلصت. هيدي بدنا تنحط بدنا نوضعها على جنب لنوضعها بقلب البيركس. بقلب البيركس أول شيء. أوكي. فوالا بدنا نشيلها، كثير مهم ستيفاني مثل ما كل مرة بنقول انه حيلا صوص نشتغلها، كثير مهم انه نشيلها عن النار ونغطيها. نحن هلا رح نفضيها هون ستيفاني. لكن نرجع بنذكر يلي ما عم باله يشتغل بالصلصة البيضاء في يستبدل بالكريم فريش يلي كمان بتعطي نكهة. طيب مثل ما فينا ستيفاني نضيف شوية من الأجبان على الصلصة البيضاء يلي كمان بتعطي نكهة. طيب حاكتفي هون. فوالا. اوكي. فوالا هنكتفي هون.
هون شو بدنا نزيد ملح؟ هون بدنا نزيد ستيفاني ملح. بهار ابيض. وبس هنكتفي. هيدي الصوص فينا نحطها تحت؟ هيدي الصوص بدنا نعبي لي غاموكان فيهم. اوكي. ليه؟ لانه هن الراموكان يلي بده يعطوا نكهه للعجينه، يعني هلا المعكرونه السفانية بدنا نحشيها بالكفي بعد نكزه، يعني قد ما زدناها قد ما اطيب. فوالا، هون بدي اضيف الفطر الطازه. هيك. لكن ضفنا بصل، ثوم، سبانية، فطر طازة، ملح، بهار أبيض. شو بدي أعمل؟ بدي أضيف شوية من الدراي توميتو أو من البندورة المجففة. أول ما تخلص، مرسي ستيفاني، هنا نرجع نضيف شوي هون بما أنه بقي. بدنا نرجع نضيف، نمزج هيدا. ثلاث دقايق. ثلاث دقايق، يعني خلينا نوقف هون اذا في ثلاث دقائق ستيفاني، بس نرجع وسطنا للمشاهدين. فوالا مش محرزه ننقلها، خلينا نشتغلها هيك. اوكي. نجيب البات. وي، لكن مثل ما هون عم بيشوفوا، فوالا مزجنا كل المقادير سوا، بدنا نضيف الريكوتا ستيفاني على وصفتنا، وبدنا نحشيهم. أنا رح ألبس الكفوف وبلش نحشي البات. نحشي البات، نحمي الفرن 180 درجة وندخل وصفتنا بقلب الفرن لمدة ماكسيموم 10 دقائق، ما بدنا أكثر ستيفاني. لكن اليوم ما رح يكون عنا وقت لأم عليه، نشتغلها بكره. بكره كمان استثنائيا رح تكوني معنا. حكون معكم بكره وبعد بكره ستيفاني. تريبيا. فوالا، خلينا هيك نلبس الكفوف سريعا بس هيك تنقدر نوصل الفكره للمشاهدين. اذا فيهم يعطونا بعد دقيقه تا نفرجي. بهيدي الطريقة بدنا نشتغلها. مثل ما هون عم نشوف حشيتها، وبدي صفصفها هيك على ال على الصلصة. اوكي. فوالا. ما بدي انسى ستيفاني انه بدي رش على وجهها جبنه البارميزان قبل ما ادخلها على الفرن. فوالا، فينا نحشيها قد ما بدنا. هيدي وصفه خرج نقدمها بعزيمه غدا او عشاء. منظرها حلو كمان. فوالا. كان اشتغلها بقالب كبير. فينا نضيف لها البروكولي، الزيتون. تفنن فيها يعني، بس هي سبانخ مع ريكوتا طيبة. رح ناخذ سوا وقفة بنرجع بنشوفكم بالبرزنتيشن. فوالا. هيدي الريزولتا، رشينا بالاخر بارميزان شوي، صح،
وبنفوتهم على الفرن تقريبا 5 دقائق، يعني 5 لـ10 دقائق ماكسيموم. بس كثير مهم انه الفرن يكون حامي استفايه، مثل ما سبق وحكينا انه فينا نستبدل المعكرونه الكوكي بلازانيا بكانيلوني بحيلا شيء فينا نحشي، او نحشي دجاج، نحشي لحمه، نحشي سمكه، يعني حتى اذا عندنا سمكه حره فينا نفتحها نحشيها، او انه نقدم ان صوص اكوتي بتطلع طيبه. بس هي كمان مع الفيلي والدجاج فينا نجيب بلون دو بولي يعني صدورة الدجاج، نقطعهم اثنين، نحشي الوصفة اللي عم نشتغلها وكمان نقدمها بتطلع طيبة، مثل ما فينا نوقف هون يعني مثل ما اليوم قدمنا. بكرة شو رح تحضري لنا؟ بكرة حنعمل أم علي مع كورن فليكس، لأنه اليوم ما قدرنا نعمل. ومثل ما سبق كنت عم خبرك تحت الهواء عاملة هيك كثير طيب، يلي معمول من بات بريزي بس بقالب كيك. بدنا نحشي فريش موتزاريلا، بدنا نعمل صوص اكوتي نوضعه فيهم وكمان نشتغلهم بالفرن، يعني كمان من الكيك الطيب. أدمان لكينا من الله راس. مشاهدينا انا برجع بشوفكم الاسبوع الجاي، ما تنسوا البسمه. باي باي.